السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء هو الجزء الثالث. في نهاية الجزء الثاني تحدثنا عن الحلاقين اللي في القرية. بنتابع في هذا الجزء في الحديث عن الأفران والطابون والعجين والخبز في القرية. تفضل. كان في عندكم أفران بالقرية؟ كان عندنا أفران، لكن مش لبيع الخبز، لخبز الخبز. مش للبيع، كانت لخبز. لخبز، يعني كل مرة بتعجن وبتجيب السطل تبع اللي فيه الخبز وبتقعد عند الفران بخبز له وبتحمله وبتروح لأولادها وعلى هالحال. طب كم فرن كان موجود؟ والله بيجي أربعة. تذكر لي أسماء أصحابها؟ والله بقى لأنهم غربية بعرفهم مش. غربية يعني مش من بلدنا. طيب تتذكر اماكنهم هاي الافران؟ في نص الحارة، كل حارة من حارات يزور فيها فرن. يعني في الحارة الغربية مثلا؟ الحارة الغربية فيها فرن، الحارة الشمالية، الحارة الجنوبية، الحارة الشرقية. كل حارة فيها فرن. فيها فرن. بس ما بتذكرش ولا اسم ولا شخص من هدول؟ لا والله. فرن فلان الفلاني او كنا صغار يعني ما كناش واعيين على الحكي هذا لسه. قديم الثلاثينات يعني اول البنات، بعدين صاروا الناس عندهم في بيوتهم يخبزوا ويعملوا فران وكل شيء عادي يعني. طب الطابون؟ نعم. يعني الناس لما الطابون في البيوت ما له حد علاقه فيه، كل بيت فيه طابون. كل بيت فيه طابون بالرغم انهم بروحوا بقى لما يكون فيه طابون ومنيح بروحوش. لانه خبز الطابون اطيب من خبز ال يعني. متى بيلجأ الشخص انه يروح على الفرن؟ يعني اذا عنده طابون في البيت ليش يروح على الفرن؟ اذا كان عنده هو مرار، هذا طابون معمول من طينه يمكن يصير ياخذ يدلف يعمل شغله يعني. اذا يعني خلينا نحكي يعملوه يرمموه ويظبطوه وبعدين بيرجع يخبز عليه. يعني اذا كان خربان ما بدهم، لما يظبطوه بيشتغلوا عندهم، واذا مش هو خربان بيشتغلوا برا مش غالي يعني. نعم. طيب الطحين اللي كنتوا تطحنوه بالقرية تستخدموه للعجين وهذا، كانوا كنتوا تخلطوه مثلا طحين مع ذرة؟ عندنا كان مطحنة أو يعني مش مطحنة كبيرة، بابور طحين. بابور طحين يعني. نعم بابور طحين، وهذا بابور طحين مكفي البلد يعني. كل واحد يروح يجيب قمح ويظبطوه ويغسلوه ويطحن لهم اياه وياكلوا قمح. في ناس بيخلطوا مع ذره، مش من الذره اللي في الكوزان، هاي الذره الصغيره اللي البلديه. وشعير كان يتم ويخلطوا مع شعير؟ والله الشعير لما كان يصير مجاعات في البلاد ياكلوا شعير الناس ويخلطوا شعير عند المجاعات. عند المجاعات، لكن شو بدهم ياكلوا؟ لا محل، لا محرض البرش يا ابن الحلال. يعني بتذكر انا انه كان يصير خصاب كثير في البلد. لما يصير خصاب كثير بتروح بريطانيا او الانجليز يجيبوا باخره من استراليا او من كندا مشان يبيعوا رخص التعريفه، مشان نعم يكسرونها ونبيع رضيع اليوم. نعم. طيب كان عندكم ورش بالقرية؟ يعني ورشات هيك للتصليح؟ والله يعني على شيء خفيف، مش على ورشات فيها الحمات وفيها يعني واحد بيصلح بوابير. يعني مثلا منجرة كان في عندكم؟ كان في منجرة، مناجر من دون آلات يعني على الإيد. مناجر يدوية؟ يدوية. أنا بوعد العالم كله بمناجر يدوية، يعني كان عندي في المدرسة حكيت لك. إنه يصنع الباب من خشب مربع هالقد. عندنا مناجر يطلع يصلحها، عندنا تبع معمر بابور الكاز ينفخ الراس وينظف وركب له جلدة ويشتغل. المناجر كانت في أماكن مستقلة؟ يعني مثلا لا نحكي لا هاي لا منجرة لا ولا لا في بيت؟ لا حي الله شارع في منجرة وحي ما فيش كهرباء. يعني أظن ما كانش فيها كهرباء. قليل. عمي أبو العبد، أنا بعرف إنه في بعض القرى ما كان فيها كهرباء، بس كانوا يحكوا إنه مثلا المكان الفلاني
هذا عبارة عن منجرة، يعني في شخص بيفتحه الصبح وبقعد بيشتغل فيه كمنجرة، في مش انه والله فلان نجار اذا بدك اياه. كان عندنا كمان منجرة لواحد اسمه محمد داوود. انا اللي بقصده كالتالي اللي حكيته انت، يعني كان هنالك منجرة والها ما فلان صاحبها وبيفتحها وبيشتغل فيها طول النهار، كان يسحب كهرباء من كهرباء روسنبرغ وعنده آلات. هذه المنجرة لمين؟ محمد داود هندي. محمد داود هندي الله وين كان؟ الله يرحمه. وين مكان موقعها هاي المنجرة؟ هذه على الطريق العام، كانت على الطريق العام قريب من المقهى، قريبة من المقهى على الطريق، بين المقهى وبين الإمام علي، يعني بين هذا وهذا 500 متر من هنا و 100 متر من هنا. بين مقام الإمام علي والمقهى. والمقهى كان في منجرة الهندي، وعلى اليمين وهي المنجرة كان واصلها الكهرباء مش هيك؟ نعم صح، كان وصلها الكهرباء، وكان في بيشتغل فيها أكثر من عامل. الحرب الناس صاروا يبنوا، ما كانوش أول يعني العمار شغال، ما كانش في حركه عمار، ما فيش حركه عمار. لما صاروا يعمروا طبعا بدهم بنا، بدهم شبابيك وبدهم باب وبدهم كل شيء. طب المنجره هاي كان فيها شخص واحد فقط بيديرها صاحبها؟ هو المدير، لكن فيها اكثر من 10 بيشتغلوا. اكثر من 10 اشخاص بيشتغلوا على مكنه، معناته على الفريزه واللي على المنشار واللي على الربوخ واللي على، معناته منجره كبيره ومحترمه اذا فيها 10 اشخاص بيشتغلوا. وتنتج، وكانت تنتج، وكان ممكن يجوها ناس من قرى ثانيه، كان يجوها من يافا ويجوها من بلدان وياخذوا منها. يا سلام، من يافا حتى؟ ارخص من يافا لانه عند الزلمه هذا ارخص انه يشتغل، هذاك بيدفع ضرائب وبيدفع رخص، هذا على كل الله. ايوه، لا في بلديه تحصل رخصه ولا في حدا. ممتاز، نرجع. هاي المنجره حكينا عنها، منجره الهندي. في مناجر اخرى زي هيك كانت فيها زول؟ لا لا، الباقي بس شاكوش وزميل ويعني على ايده يفز. بس هدول المناجر الاخرى كانوا موجودين في لهم محلات، تخشيب هالقد يعني، تطلعش مترين في مترين على قد انه يقعد يشتغل شغلته، ما كانش شيء كبير. بتذكر حدا من اسمائهم هذول؟ لا. طيب كان في محددة؟ لا، في معمر بابور الكازا. محدد في يافا، هي قديش بين يزور يافا، ما بروح مشي يسوي في يافا بيجي افضل له انه يروح على يافا. افضل له كثير، وبعدين فيها 100 محل يافا. طيب كان في مصلح بوابير كاس حكيت لي مش هيك؟ طيب كنت تحرث الارض؟ نعم. وسكه الحراث هاي كيف، مين كان يعملها اذا ب الحداد في يافا؟ برضه الحداد في يافا. ما كان يجي؟ طب النور ما كانوش يشتغلوا هاي الشغلات؟ السكه هذه بالنور بيطلع منهم، هالقد الكور تبعها بحميها بخليها تصير حمراء زي الدم وبلا يوقع راح وراح شو. هاي ما لا، بعدين بلاد شغل مرتب يعني، هاي بدها شغل محدده وبيع. طب الخيل مين كان يحذي الخيل؟ يافا برضه، بيافا يعني. احنا عندنا في يزور ثلاث اربع خمس خيل يعني، بدهم واحد بينزل يركبها على صوت. كان اربع او خمس خيل كان عندنا، يعني مش كثير فيها خيل يعني. طب كسرات احجار، معامل طوب؟ معامل طوب فيه، كسرات احجار فيش. معامل طوب وين كانت موجوده؟ في البلد. كم معمل طوب؟ واحد او اثنين. لمين؟ لعلي ابو الشيخ من دار القطناني من عائلتنا، ما انا قلت لك ذكرت هذا من فقدنا، فقدنا وعيله كبيره دار القطناني، عائله كبيره دار القطناني، هذا واحد منهم. واحد شو اسمه؟ ابو سليمان، علي ابو الشيخ. علي ابو الشيخ القطناني. كان هو صاحب في مره حل هيك وسع بحط الشمنتو بيعمل معرف زي ما كان يعمل هون، الشمنتو والشغل الدو مش زي اليوم ما مطرات تكبس، لا ده والبلاط كان ده مش مكابس وجلي يجوا عليهم. طيب كان عنده عمال؟ طبعا عنده عمال. كم واحد كان عنده؟ يمكن يكون عنده ستة. موقعها بالضبط وين كان؟ على اول البلد عند معمل التلج، كان في معمل تلج جنب إبالها، والمطحنة اللي بحكيت لك عليها من إباله. كان عندكم معمل تلج؟ ليش معمل تلج؟
مكان التلج ما فيش ثلاجات، اه يعمل تلج يحمله بيها يفط القهاوي والدور والشغل كل وكل الدنيا بدها ثلج، بده يشرب مش مبرد. آه بس طبعا كان يكون هذا موصول بالكهرباء المحله لا الكهرباء على الماتور، يعني قصدي في ماتور كهرباء كان عنده؟ لا تعبات الثلج عنده ماتور كبير اللي بيطلع المي وبينزلها وبتمسها عنده الكهرباء. ماتور ضخم. وعدد عمال كويس كان عنده برضه؟ مش معمل كتير لازم هذه لان كلها بتشتغل كلها ماكينات. اربعة يمكن يكون. مين صاحبها معمل الثلج هذا؟ والله ناس مسيحية. شو اسميهم تتذكر او العيلة؟ لا 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 اتذكر انه بلدنا احنا فيها واحد مسيحي اسمه الدرقم له كمية كبيرة اراضي عندنا، بس هذا اللي بعرفه عنه. كان عندكم مسيحي واحد فقط ولا عيلة؟ هو الدرخم من يافا، من دار الدرخم، هو اسمه يوسف. كان عندكم ساكن في لا لا ساكن في يافا بس عنده بهير، يعني عنده بيارات، انظف بهير في البلد بهير الدرخم. درقم درخم درخم من دار الدرخم. مسيحي من دار الدرخم كان بيملك بيارات كثيرة عندكم بالقرية؟ مش كثير يعني أربع خمس بيارات، لكن من أنزك البيارات المرتبين لأنه معاه مصاري. هذا بأي موقع كانت هاي البيارات؟ والله في ديال البلد وين مكان لمين البيارة هيقول لك للدرخم. طيب نرجع للمعمل الثلج. معمل الثلج كان هذا إله لا مش إله، الناس تاني الدرخم إله الأراضي بس. المعمل هذا بتذكرش لأي عائلة كان؟ لمين صاحبه؟ والله أسميهم يعني ما بذكرش. طيب وين موقعه معمل الثلج؟ جنب إبال تبع اللبن، مقابل تبع اللي تبع اللي من بالخلا وبعريشة، وهذاك عنده مستودعات ولا الثلج ثلاجة بخبي فيها الثلج يعني. طب وين معمل اللبن كمان يعني؟ معمل اللبن مخبيش بيبيع كل يوم بيومه. معمل اللبن وين موقعه؟ بان يعني معمل الثلج على أول. طب وين معمل الثلج؟ على أول دخول يزور. أول دخول يزور من أي جهة؟ من الجهة الغربية. يم أول مدخل يزور من الجهة الغربية. كان في معمل الثلج ومقابله معمل مطحنة. أول مطحنة يفتحون هذا بابور الطحين. بابور الطحين كم المسافة بينهم كان؟ ما فيش مسافات يعني، كلهم 50 متر 20 متر 100 متر. ايه يا رب نصلح بوابير الكاس. حكيت لي شو اسمه كان يدور على البيوت ولا كان له تخشيبة؟ له تخشيبة ودور يعني. يقول لك الناس بدهم. تتذكر اسمه؟ لا والله. طب المبيضين الطناجر والصحون والهدول كانوا يجوا، كان كل الاواني تبع للناس نحاس وكلهم مبيضوا. المبيض من وين كان يجي؟ نوري. النوري نور يعني. نور. اللي كانوا يجوا يبيضوا ويحطوا ينصبوا العرايش تبعها ينصبوا خيامهم ويجوا مبيض نحاس. شو اسم النورية اللي حكيت لي عنها بالأجزاء السابقة؟ هذه اسمها خيزران. هم جماعة خيزران ولا نور ثانيين؟ كل النور الكفر ملة واحدة. يعني طيب إذا التبييض والطناجر كان والأواني للنور. النور لما كانوا يخيموا كم كان بعيده بالضبط عن قلب القرية؟ النور اللي بيخيموا هدول النور الهمل، لكن هدول نور حدادين كانوا يسووا شواكيش ويسووا مفاحل للكساية ويعملوا سكن. اللي بيخيموا هم الهمل اللي بيخيموا، واللي كانوا يجوا عندكم للعمل كانوا بتأجروا بيوت وبيسكنوا وبيشتغلوا حدادين وبيشتغلوا كل شيء. كان يجوا يفوتوا على القرية ويستأجروا؟ دائما هم دائما قاعدين في القرية يعني. خلصت هذه يعمل سكين وبيع، يعمل حفارة بتنجان، حفارة كوسة، عنده كل شغلة بتتساوى شاطرين بيعملوا. بس هدول كانوا بيفرقوا عن النور اللي بيخيموا. هدول عالم شغل. طيب ابو العبد، شو كان في مواقع اثرية لها قيمة اثرية سواء كانت رومانية ولا اسلامية موجودة عندكم بالقرية؟
ما اذكر اللي حكيت لك عليها البوبرية، بس البوبرية ترجع تحكي لي عن البوبرية. البوبرية هذه بتسوى 100 موقع يعني، هذه يعني مكان كنيس كبير كان للرومان، ومنه ممر حوالي 2 كيلومتر تحت الارض توصل يعني لو تحاصر الجيش او هذا هذا جوا الكنيس، بس ما بيعطشوا بيروحوا بيجيبوا مي وبيجيبوا اكل وكل شيء. وبعدين هذا يتحول يصير مسجد، البوبرية تحولت لمسجد. مش هيك؟ مسجد نعم. والنفق هذا اللي تحت الارض، النفق احنا ما وصلنا، كنا نخاف منه. لما اجوا اليهود نظفوه وخلوه منيح، وصارت يخشوا السياح يتفرجوا كيف كانوا الرومان يشربوا من البير هذا. وكان طيب الموقع هذا البوبرية شو متبقى منه من اشياء يعني؟ جبل، هيك جبل جبل. لا بنا اخذناه يعني، كان عملنا منه حمامات وعملنا مراحيض. اخذتوا الحجار يعني؟ الحجار وكل شيء يعني، خلينا يصير جامع منيح. اما هو على تله، وهي تله الجبال هيك، وفيها جبال صغار هيك ككشات كشات عادي. حلو منظرها يعني. كله نقلتوه وعملتوا منه الجامع؟ لا الجامع معمول بحجر من عندنا من اي مكان، وعملنا القطاع والخربان صلحناه، واللي بالتليس ليسناه، وإذا صار جامع. طب كان يجي حدا بعثات تزور هذا الموقع الأثري؟ لا، لأنه لو بيقدروا يخشوا فيه بيجوا. وبعدين الناس زي اليوم اتصالات عنا وعنا وعنا، احنا يعني لا بقصد حدا كان يجي من برا يعني، من حكومة الكتاب بدك تعلن علماء اثار في فرجة عنا هيك تطلع في الجريدة فيش. مش شرط انتم اللي تعلموا يعني، هم بكونوا بتعرف من خلال اللي بنقبوا على الاثار من خلال البعثات. لو منه ما لو ما لو ماشي هذا زي ما سووا اليهود بيصير يجوا كثير ناس. المهم ما كنتوا تشوفوا ناس يجوا يتفرجوا على هاي الاثار وينقبوا ويحصروا؟ صار جامع وبنت حواليها دور، ما عاد حدا يجي. ابو العابد، شو هي الاماكن الرئيسيه اللي كانوا يتجمعوا فيها اهل القريه؟ أهل يازور يعني في مكان محدد كانوا يتجمعوا فيه تحكي والله هي أهل البلد كلهم بدهم يتجمعوا في مكان؟ لما كان يموت واحد. نعم طبعا الدلال عندنا، دلال مع الناشي يعرفون شيء بلف على كل البلد للبقاء ولله، فلان فلان أعطاك عمره، فما حدش بيصرع الشغل هذاك اليوم عطل. احنا رح نحكي عن الوفاء، انا اللي بقصد انه اللي بيجمع ما بيتجمع، بس بقول لك انه بيتجمع اهل البلد لا بيتجمع بس يعني بساحة الجامع. بساحة الجامع وكل البلد، كل البلد الغني والفقير والصغير والكبير. هاي بالحالات الكبيرة بالاحداث الكبيرة حالات الوفاة. طب غير حالات الوفاة وين كانوا يتجمعوا يعني؟ تحس انه والله حمول الناس لها ديوانها، كل الناس لها مضافتها مضافتها. انتوا ايش كنتوا تطلقوا تعبير ايش، مضافة ولا ديوان على المكان اللي يتجمعوا؟ لا مضافة مضافة. يعني مثلا يوم العيد يروح يطلع يزور البريه الميتين كالعاده، هنا مع انها رديئه يعني زياره الميتين مش مطلوبه، ويميلوا على المضافه يعيدوا على الافتري الشباب، والافتري يعيدوا على الافتريه، ويقعدوا نص ساعه زمان يكون جايبين اكل المهم بالمضافات، وبعدين يشرب فنجان قهوه ساده ويروح عاد. طيب كان عندكم نادي بالقريه؟ والله في الاخر صار عندنا نادي يعني في 47 أول 48 يمكن يعني ما ضينش السنوات الأخيرة يعني. كان تذكر اسمه النادي هذا؟ كان هذا النجدي النجاد النجادة؟ النجادة النجادة كانوا عاملين عندنا، والولاد يباتوا ولبسوا في النجادة وشادين روحت الناس وما كملتش يعني. كان له مقر النجادة هذا؟ النجادة كان في يافا مقر. لا عندكم كان في مقر لتجمع في مقر يتجمعوا ويلعبوا ويلبسوا ويتدربوا يعني شغلات خفيفة بس مش كثير. طيب سلاح ما في عصي. شو كان وين كان الموقع بالضبط؟ بنص البلد. وين بنص البلد؟ قريب على الجامع. قريب على الجامع؟
أنت زرت مناطق وقرى ثانية ومدن فلسطينية كلها قبل 48؟ كيف يعني كلها؟ هل اللي حوالينا بلادنا كنا نروح عليهم، ولما نطلع شغل البردان كل سنة نطلع شغل البردان، نلف البلاد اللي فيها بيارات ونشوف الناس ونتعرف عليهم. ولا شو خلانا نعرف كل العالم اللي بنعرف؟ قلت له مرة. طيب لو اجينا نحكي عن يازور، المنتجات الزراعية تبعت يازور، ونحكي يازور كقرية شو كانت تنتج زراعيا نسميهم؟ تنتج القمح والخضروات، يعني وبعض الفواكه، اللوز والمشمش القمح والخضروات. القمح كانت تزرع بكثافة يازور يعني؟ كل البلد تزرع، كل واحد أرضه كلها زراعها قمح. قمح يأخذ اللي بيكفي أولاده وبيع الباقي في يافا، لأنه في سوق اسمه سوق القمح، الباب اسمه القمح. كان في سوق اسمه سوق القمح في يافا؟ عند جامع السكسك اسمه في يافا، جامع اسمه جامع السكسك هناك. طيب غير القمح؟ خضروات. خضروات؟ خضروات. ايش اهم الخضروات اللي كنتوا تزرعوها؟ البندورة والكوسة والفاصوليا، كل شيء كنا نزرعه، والفجل والبطاطا وكل شيء. كل هذا عندنا ارض حنونة بتعطي، يعني ما بنضام صاحبها دائما شبعان. طيب لما كنتوا تزرعوها، كنتوا تزرعوها بس لتكفي لاحتياجاتكم ولا ولا مشان تبيعوا؟ لا لا، كنا عندنا عرباء، احنا كان نعبي عربات وننزل عليها، فكان في حسبة في يافا كبيرة ويستقبل منها، لأنه إحنا عرب بلد، على يعني من بلد تاني ما يقدرش يجيب عرباية، إذا بده يزرع بده يجيب سيارة أو بده إيش، أما إحنا بعربيات. أنتوا قريبين عربيات بغل يعني؟ عربيات يعني تحملها طن. تحملها طن تقريبا، فتعبوها خضار وتنزلوها على السوق على حسبة. على حسبة. كنتوا كان اسمها الحسبة؟ اسمها الكوميسيون مش حسبة. الكوميسيون؟ تنزل تبيعوا المنتجات تبعنا. كثير كوميسيونات، بيجي 20-30 كوميسيون، كان يعني حوطة واحدة كبيرة في نص يافا هيك ومتجمعين فيها. ساحة ضخمة كل واحد يبيع الخضرة تبعته فيها. يجي من غزة ومن لبنان ويجي عنب ويجي تين. لو بدك لبن عصفور موجود. طيب. يعني نشطين الناس. طيب خلينا نرجع، إذا بدنا نلخص بنحكي كنتوا تزرعوا القمح كميات كبيرة، وكنتوا تزرعوا كميات على هوا أرض الواحد. يعني إحنا عندنا مثلا 10 دراهم بنزرعهم، واحد عنده 50 دراهم بزرعهم. بس يعني بالنهاية قمح وسمسم. والسمسم كنتوا تزرعوا؟ مشهورين بالسمسم. يازور كانت مشهورة بالسمسم. إيش معنى السمسم؟ الأرض لا بأس السمسم، يعني صالحة ينزرع فيها السمسم، تصلح للسمسم. أنا سمعت إنه كان في اتجاه لزراعة السمسم من خلال المقابلات اللي كنت أجريها، لأنه السمسم كان يدر عليكم فلوس أكثر. نسبياً أكثر من فيما لو تزرع. إحنا بنعرف يعني البيوت، بننظف سطوح البيوت وبنربط حزم حزم وبنقلب هيك على سطوح البيوت لحيث إنه السطح ينتهي ربط 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 ربط. هذا بعد ما يعني؟ بعد هو أخضر، لما يجي شهر يخلص شهر 9 بس ترفع بتوك بتلاقي صليبة سمسم على تحته مزروعة وقاصرة. يعني انت اول شي تزرع السمسم، احكي لك كيف عملية زراعة السمسم. السمسم زرعته بشهر 3. طيب والسمسم بزرع حبة 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 حبة، يعني مش رش. وسطور سطور سطور، بصير السمسم لما يصير طول الزلمة هذا بيطلع القرون هالقد هيك. وبقفل من خليه لما الشمس قرن مقفل بكون مسكر. لما الشمس يخلص اذا كنت ورعه بده يعني هذا بنقصه وبنعمله ضمن زي ضمن بس هيك الضمه ضخمه تربطوها وبنربطها. اذا كان عندنا ارض هيك موقعها يابسه بنحط على الارض، مع الناس بنحط على السطوح، مع الناس بنحط على الصخر. يعني لازم يتدبر بحيث انه يقعد شهرين وهم مكفي بكت كل السمسم. شهرين مشان يجف تماما يعني؟ يجف تماما، متى ما جف بفتح تمه وبنزل السمسم. بتفتح القرن هذا بيفتح لوحده؟ ولا حب بضل فيه. سبحان الله. بس حزها هيك هزتين بتهزوها بينزل منه السمسم. مليان السمسم.
طيب ايش عن الفواكه كنتوا تزرعوها؟ والله فواكه للتصدير يعني اللوز، كان يزرعوا لوز للتصدير يعني اذا كان بده يطلع زياده ايش عندهم؟ اللوز بنشفوه وبيعوه بنشف. اما عن الفواكه يعني كل واحد في بيته لاستعمالكم لاولاده. طب البيارات هاي اللي حكيت لي اياها للمسيحي اللي كان الدرخم، الدرخم اه طب هاي كانت يعني كان بيارات تكفي انه يجي ياخذ محصولها ويبيعه ولا ضمنه بيجي تاجر وبتضمنه ويعمل البردان لما ينزل الشغل بكل بيارة بحط فيها مشغل في البيارة بحط مشغل مشان مشغل وسيارات تنقل على يافا اها 10 15 يوم بخلصها وبنقل على الثانية. كنتوا تشتغلوا بهاي البيارات تبعت الدرخم الموجودة في احنا اليازور؟ لا احنا كنا نشتغل برا، في ناس من الباب يشتغلوا يعني ما في هذه معلم معلمينية استفادورات ولفيفة ونجارين شغلة معلمينية استفادور. أنا كلمة استفادور سمعتها من واحد يفاوي استفادور اللي استفادور بس أنا بقول استفادور اللي بيعبي الصندوق نفسك تطلع كيف هالتعباية هذا كيف زي هندسي يعني ترتيب هندسي التعبئة هندسية. وسمعت انه بيختار كمان طريقة اختياره للحبة تكون حبة لانه هاي للتصدير، واحد عنده نقيض بحط له هذه 150 هذه 180 هذه 210 هذه 194 علامات لا والتسع هذه 210 حبات هذه تسع الصندوق قصدك؟ اذا شو الاستفادور شو وظيفته بالضبط؟ الاستفادور هو اللي بيعبي، هو اللي بيعبي لابس هالشروال الصوف الحلو بتستكش وله غير خشب يطلع الصندوق وبعبي وقدامه من هون لفيف ومن هون لفيف بلف 10 مواعين في اليوم الواحد كان هم بلفوا البرتقانة وهو اللي بي وقبل اللفيفة في واحد بمسحها إذا عليها شيء فرشاية ناعم زي وبحطها على الشقة اللي هي ياسو هذه مثلا 180 هذه 210 هذه 150 والكبير اللي هذا الكبير يرموه للمباع برارة على على يافا ما بينفعش للشحن والله ولا حدا بيشتري. هذا هو البرتقال اللي كانوا يسموه جافا اورانج؟ جافا اورانج ولا يزال اسمه جافا اورانج. لو في نجارين كمان نستورد نستورد التجار من كندا من بلغاريا من تستوردوا ايش؟ خشب الخشب ربط خشب مربط الراس داخل مشان مشان عمل الصناديق وبيجوا النجارين بيستلموا بحطوا ما هو ثلاث اشواف في قطع في النص وفي يستوردوا من تركيا وغير تركيا طوق خشب يعني زراعه وبيلين مع الانسان ما بنكسر يعني سواء الصندوق هيك بقول لك ايه بلكي فتح هذا بنجيب هالطول العريض هيك خشب يعني عرق هو مقصوص من النص ومرتب مسح يعني بيجينا ربط كثير وبطوق وبخلي هاي الطويله مشان الباب كمان هو بحطه بعبه اما هيك من غير ما يطول ما ينفعش. طيب البيارات والبساتين هاي اللي كانت عندكم اللي تزرعوا فيها كان لها اسماء؟ كنت تسموا مثلا بستان فلان والله كلها بستان الدرخم لا في حدا كان يسمي هذه البيرة اسمها اسكندرية هذه اسطنبول هذه يسموا اسماء يعني حلوة سميه لبعض الاسماء يعني يعني زي الدرخم كان عنده واحد اول البلد بان معمل التل اسمه اسكندرية اسمها بيارة لا اسمها هي البنت اسمها اسكندرية هي الدرخم هذه البيارة اسمها اسكندرية اسكندرية انا رايح اسكندرية بيعرفوا انه المعلم راعي اسكندرية يعني لما واحد من اهل البلد يحكي انا رايح اسكندريه المقصود لا احد شو بده الواحد شو بده صاحبها شو بده فيها الواحد يعني ما له شغل معه الا اذا كان وين تشتغل والله مش في اسكندريه يعني لما تحكي لواحد من اهل القريه واحد من اهل القريه يحكي انا بدي بشتغل باسكندريه المقصود انه اشتغلت في البياره الدرخم اللي عندي تعمل وبياره ثانيه ايش كان اسمها ايش في اسماء ثانيه ازميت مش عارف سامي تركي طيب وبياراتكم انتو لأهل البلد ايش في اسماء البساتين تبعتكم والبيارات يعني والله ما عندناش بساتين كبار زي الدرهم مثلا شناكيل يعني اربع خمس دلوم يعني 20 شناكيل
قول انا شنكوله. شنكوله لما تكون صغيره اربع خمس دنوم. اربع خمس دنومات. يسموها شنكوله. شنكوله. كيف كانوا يربوها هاي البساتين وال من الماتورات؟ من الماتورات؟ من الابار، والماتور بيطلع مي وبتمشي المي بعملها جوار هيك وعمال بود عليها. بوقف واحد صحار اسمه، بيفتح لها لما تنتهي بسدها بيفتح للثانية. صحار؟ صحار بيسهر الليل يعني، ما فيش بس من نهار. سحار بالسين. من الشخص اللي بيسهر يعني بالليل. هذا كان وظيفته انه هو اللي يفتح المي يسقي يسقي الماء. طيب اساليب الزراعه اللي كنتوا تستخدموها، كنتوا تستخدموا الاساليب الزراعه الحراثة التقليديه ولا التراكتورات؟ ما عندناش تراكتورات، ما كانش جاي تراكتورات. تراكتورات ما وصلت عند اليهود كان معنا، ما عندناش. طيب الزيتون ما زرعتوهوش؟ الزيتون مزروع خالص. مزروع خالص؟ كان عندكو؟ كان عندنا بس اشي يعني قليل اللي يكفينا. وعند دار سيدي يعني. وكل هيته مزروع. لا يعني لما اسال مش بس عنكو، عن حمولتكو او عائلتكو بالنسبة للزيتون، عن يزور كلها. عن يزور كلها، كل عيلة لها زيتون. وبدوا عندهم بيسووا بدوا البد الحجر يعني الزرع. يعني الزيتون كان عندكم كافي بس لاستهلاككم انتم؟ كافي استهلاكنا، ما عملناش بنا ولا حبه. طيب وما كانش آلي يعني زي اليوم، هي مدست مية هيك كبير وملوه مية وتحته ما بيغلي. هذا لما بنعمله منه الزيت؟ لما من الزيت وبجيبوا حجر مدور طول وحطوه على الزيتون وبقدر نسوي عليه. يكسروا بفجموا بس يروح يحملوا حطوه وين فوق الماء اللي بتغلي. الماء اللي بتغلي مشان الزيت بعد شوي عاد بصير الله يرحمها ستي تقول فيها الزيت بتصفى بايدها. بايدها وبتنا بكيله. صار سعرات عبي تنكتين ثلاثه الى هل تقدر تشتغل. يعني ما كانش عندكم معصرة زيتون؟ ولا حد يعرف معصرة زيتون في المدن يعني، في يافا في. بس ما كنتوا تستخدموها الا بهي الطريقه التقليديه. احنا عندنا مونتنا بتكفي. كان في عندنا زيت كفري من ايام الرومان. زيتون. زيتون. سموها الزيتون الروميه يعني؟ كفري. كفري يقولوا عنه. كفري. كفر يعني زيتون كفر يعني كفر يعني. والكفر كفر يعني. كانت كويسة هاي الشجرة يعني؟ زيتون. زيتون عادي. زيتون بعيش عبدي يا ابن حلال بعيش، ولو في سنين بخافش عليه الواحد. لما كنتوا تطحنوا القمح تبعكم، نعم، كنتوا تطحنوه كيف؟ تدفعوا نقود ولا على الموسم ولا؟ لا نقود. نقود ومش غالي كمان. كيف؟ مش غالي. مش غالي؟ لا ودي لك 20 راس القمح تحط عليهم 10 قروش. لأنه كان برضو المحروقات اللي يدور عليها الماتور تبع المطحن. مطور على العديزة طبعا. اللي بس ببلاش يعني 6-7 قروش تنكة الديزل أو 5 قروش. أنا كنت كفي طول النهار. عم بتدخن سجاير لف أنت؟ كيف؟ أنا من زمان بلفش إلا لف هولندي. بلف وبلف. طيب لما كنتوا بدكم تحصدوا ولا تزرعوا ولا كانت تجيكوا عونات من قرى ثانية ولا؟ لا منا فينا أهلنا نساعدهم يساعدون. تساعدوا بعض. وتلاقي هالجرون يعني ساحات كبيرة فيها ايش الجرن، الجرن يعني محل بحط القمح. وهالبغال
حديدي هيك زي المنشار، وبده يروح قاعد ولد قاعد فيه والحصار يفر هالبغى طول النهار. لما زمان بصير هالتبين وهالقمح برصد تحت بيجوا بدروه وبعبوه بكياس وخلصة الشهر. أحلى حياة، أحلى حياة، الله يلعن أبو دروه. بس البريطانيين حكومة الانتداب كانوا يساعدوكوا يطوروا أساليب الزراعة عندكوا ولا يعطوكوا قروض ولا؟ يعني لما يعطونا قروض بنشفرينا، احنا ما نخش منهم قروض، لكن في ناس كانت تأخذ قليل، هذا قليل اللي كان يأخذ قروض، قليل جدا يعطوش يعني بغيره. ما كانوا يحاولوا يعلموك كيف تزرعوا ويطوروا أساليب الزراعة عندكم، ولا كانوا يعوقوك مثلا؟ لا والله ما كانش يعني يعلمونا، ما تعلميه زراعة القمح من الأمين. بدهاش تعليم. يعني بشكل عام إذا بدك تحكي عن البريطانيين حكومة الانتداب على صعيد الزراعة تبعتكم، كنت تحس إنهم بيساعدوكوا ولا بضيقوا عليكم؟ بضيقوا علينا، بضيقوا عليكم، لأن زي ما قلت لك لما يجي عندنا خصاب القمح يطلبوا بابور 100,000 طن 50,000 طن بصرف على مين؟ يافا. وصير إحنا بنبيع الرطل برش ونص يبيعوا برش. مشان إيش؟ ما نبيع، ما نبيعش يعني، أو تبيعوا أرخص أو نبيعوا رخيص. يعني كانوا بالحالة هاي كانهم بيقضوا على المزارع. كذلك الأمر البردان. طيب البرقان نفس الاشي مش هيك؟ كان هدي هون شوف البوابير ويقولوا البابور خرب وخمج البردان عوض كريم، هم كذابين الحرامية. كان الصندوق بصندوق مرتب، هذا يجيب 20 شلن 20 شلن 20 شلن دينار جنيه يعني. كيف يحكوا انه خرب البابور انه ايش يعني؟ ما كانش يعني خرب في نص البحر. انه خرب نص البحر وتعطل هذا، خمج فيش انه خمج هذا ثلاجات، خمج وعوض كريم، انه راح عليكم العوض كريم. عوض كريم يعني بعوضكم. هاي البريطانيين هيك كانوا يصرفوا. طيب تحكي لي ابو العبد ايش كنت تشتغل انت ولا كنت تدرس قبل النكبه؟ قبل النكبه بالضبط، لغايه النكبه ايش كنت تعمل؟ ايش كنت تعمل انت محمود تيم ايش كان يعمل بالضبط؟ كنت بالشتاء اشتغل في البرتقال. بموسم الشتاء تشتغل بالبرتقال؟ شو المقصود تشتغل بالبرتقال يعني انه ايه؟ وين يعني تروح؟ يعني مع حيالة تاجر كبير. سواء بيزور ولا لا، وين مكان السيارات تودينا؟ على لحد غزة، لحد الشمال فوق فين. كنت تروح لأماكن بعيدة يعني مع التجار؟ نعم، مش أنا أروح. أنا معي مشغلي، معي 3-4 شغيلة. يعني أنت يكون معك شغيلة؟ مشتغل. طب وتروحوا مثلا أول ما بدكم تروحوا بدكم تعرضوا حالكم للعمل؟ عارفين ببعتونا في اليوم الفلاني، عم حضروا حالكم بدنا نمشي نروح. ببلغوكوا إنه في اليوم الفلاني بدنا إياكم؟ أو بحر الأول الأسبوع الجاي بنروح على المكتب وبناخذ تعليمات. وين المكتب هذا كان يكون؟ في يافا. مين الشخص اللي كنت تتعامل معه؟ كان في حدا محدد؟ كثير كثير والله، كان واحد أحسن واحد الله يرحمه إبراهيم البنا. كان في شخص اسمه إبراهيم البنا؟ عنده أملاك، أول كنا نشتغل في ملكه طول السنة. أملاكه وين كانت موجودة؟ جنب كفار سابة اللي هو بيارة. وين كفر سابع هاي؟ كفر سابع طريق حيفا. بعد يافا 25-30 كيلو طريق حيفا. ياخذكم على املاكه؟ على املاكه. انت ومجموعه شباب معك؟ معي انا شغيلتي. كم واحد كنتوا؟ 4. كنتوا تكونوا 4؟ 2 بيجمعوا 2 بيطووا، وانا بسكر، المعلم بسكر. قال لك بيجمعوا، شو المقصود بيجمعوا؟ بيجمعوا الصندوق. بيجمعوا الصندوق الخشبي؟ هذا بناء إلنا نحطنا الخشب يمنا. يعني في شخص بيجيب لكم الخشب؟ الجناب لجن بالصندوق، هذه لا قاعد الصندوق الربطة.
هذا الرسم احنا بنعرف بعد الحكي. يعني بجيب لكم اجزاء الصندوق بحطوها جنبكم، وحب بلش الشغيل هنجيبوا لنا مسامير نرش عليها ميه، وكوا ربع سطوات تجيبوها من البركه، هذه بنعوف البركه مش زي ما قلت لك عشان ما يكسرش. ما يكسرش يطلع الصندوق زي اللعبه. يعني انتوا تكون وظيفتكم انت والمجموعه اللي معك انكم تجهزوا. يجهزوا انا اسكر. اللي بيسكر المعلم. اللي بيسكر يعني المعلم لو مسمار زرق على التسكير هيك وبيجي عالي شويه وحط عليه خشبتين وسكره وبلمطه كمان. اذا مسمار ضرب في حبه بردان وكمل جت بروح الصندوق. لازم يكون قصه اللي بيشتغل الشغله. اذا يعني الشطاره بان الصندوق يكون صالح، احسن صندوق ان يكون جاهز تماما مشان تعبئه البرتقال. والله بيدبوه بالزراعات هيك ولا بجرى الحاجه زي القلع. الا فيفي وهذا جنبنا. يعني انتم يعني في عمليه البرتقال انتم هذا الجزء من عمليه الانتاج، خلينا نحكي نسميها نجاره الخشب. وكانت تكون في مجموعات اخرى نجارين. كان في تكون مجموعات اخرى غيرك وين يعني بيشتغلوا، يعني لما تكونوا في موجودين في مشغل. كل مشغل معه طعمه. مع مثلا 4000 فيفي، 2 استفاضوري، 3 نجارين، 4 5. ايوه ايوه. انتوا تكونوا اسمكم نجارين. النجارين اللي بيشتغلوا. وهذا الحكي كان يكون في موسم بيبدا في شهر 12 وبينتهي بشهر 4. من 12 ل 4 يعني هاي الاربع شهور كنت انت حضرتك تشتغل وبتلف. بنام برا لما نروح بعاد، بيكون في بوايك معنا اليطا اللي هو الفراش تبعنا. وكان واحد من اخواتي يروح يعني يشتغل معي. ونبلش شغل. طيب بدنا ناخذ استراحة لأنه وقت الشريحة انتهى وبنتابع. يعطيك العافية.